بسم الله الرحمن الرحيم، محدثكم الأستاذ المساعد الدكتور علاء حسين الزهيري. نتكلم اليوم عن تكملة لما مر أمس سابقا عن حلول المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى. قبل أن نبدأ بحل المعادلتين الأخريان اللي هي الإكزاكت واللينير، راح نعيد المقدمة. احنا قلنا المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى أربع أصناف، هي السيبرابل والهوموجينيوس والإكزاكت واللينير فيرست أوردر ديفرنشال إيكويشن. وهذه المعادلات تتميز بوجود مشتقة من الرتبة الأولى، وعادة ما تتألف من متغير تابع واحد ومتغير مستقل واحد، إذ إنها معادلات تفاضلية اعتيادية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإن المعادلات، هذه المعادلات قد تكون لينير وقد تكون لينير. طبعا عدا النوع الرابع اللي هو أصلا لينير، وإحنا نعرف شنو معنات المعادلة لينير وإن لينير المفروض لأن أخذنا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الصنفين الأوليين اللي هما Separable First Order Differential Equation والHomogeneous First Order Differential Equation، وتحدثنا قلنا Separable هو ينتج الحل مالها اللي هو يساوي معادلة جبرية عن طريق التكامل المباشر لطرفي المعادلة الواي والإكس. أما الHomogeneous فأول شيء نشيكها نفحصها هل هي Homogeneous أم لا، بأخذ مشتقة الأم بالنسبة للإكس ومشتقة الأن بالنسبة للواي. باب اسمحوا لي، هذا التليفون مهم لازم يجاوب، فشو يجيكم؟ أنا أعتذر بابا، نكمل المحاضرة. فإحنا اليوم راح نأخذ، قلنا الهوموجينياس نفحصها أول مرة، مشتقة الأم، العفو الأم الدالة أم والدالة واي كلاهما يجب أن يكونان من نصف من نفس الرتبة ومن نفس الدرجة، وكذلك نعوض عن كل إكس بلمدا إكس وعن كل واي بلمدا واي، والنتيجة يجب أن نخلص إلها لكلا الدالتين الأم والأم بخروج الآن كعامل مشترك خارج القوس، فتكون درجة التجانس مالها بأس اللمدا، إذا كان لمدا واحد في درجة أولى وهكذا. وحلينا أمثلة عليها وطيناكم هومورك، والمفروض الهومورك يسلم، هومورك يسلم يوم الأحد المقبل. نعم، الآن محاضرتنا لهذا اليوم وياكم إن شاء الله هي على الصنف الثالث من المعادلات التفاضلية، وهي الإكزاكس First order differential equation. هاي اللي أمامكم exact first order differential equation. قبل أن ندخل في حل طريقة حل هذه المعادلة، لنتذكر بعض المفاهيم الرياضية السابقة اللي أخذتوها. عندنا مفهوم بالرياضيات يسمونه total differential اللي نرمز له بالرمز df. df اللي أمامكم هذا شنو total differential؟ هذا total differential يعني مشتقة أجزاء الدالة X لمشتقة الدالة F of X و Y. عندنا دالة F of X و Y إذا اشتقيناها مرة للX
وضربناها في الدي اكس ومره للواي وضربناها بالديفرنشال مال واي نحصل على ما يسمى بالتوتال ديفرنشيشن او بالتوتال ديفرنشال تيرم. اذا كانت من ثلاث متغيرات افرض الفانكشن اكس كانت اف اوف اكس واي زد فالتوتال ديفرنشيشن توتال ديفرنشيشن الدي اف يساوي بارشال اف بالنسبه للاكس زائد بارشال واي بارشال اف بالنسبه للواي في دي في دي واي زائد بارشال اف بالنسبه للدي زد في دي زد. اعتقد هذا واضح امامكم. دي اف تساوي بارشال اف على دي اكس بارشال في دي اكس على زائد بارشال اف على بارشال واي في دي واي. هذا هو التوتال ديفرنشيشن. هذا ايش راح نستفاد منه؟ هذا راح نستفاد منه من اشتقاق طريقة حل المعادلة التفاضلية التامة الإكزاكت. لاحظوا احنا كل معادلة تفاضلية من هذه المعادلات يجب ان تمتلك صيغة عامة صيغة قياسية نسميها ستاندرد فورم. الصيغة القياسية للمعادلة التفاضلية الإكزاكتية اللي امامكم M of x و y مضروبة في dx زائد N of x و y مضروبة في dy تساوي صفر. نسأل سؤال، شنو فرق هذه المعادلة الإكزاكت اللي هي بالستاندرد فورم عن المعادلة التفاضلية الجزء المتجانسة من الرتبة الأولى؟ أري جواب أسمع منكم بابا. ها أجاوب؟ حد يجاوب؟ أجاوب؟ جاوب طبعاً. منو؟ رفع إيدك تفضل. سعد هلا سعد تفضل. مني إحنا قلنا الجواب يرفع إيده. رفعت إيدي. نعم. بس ما انتبهت. ماشي أوكي. إنه فرق إنه هاي نسوي هذا الصفر وذيك لا. يعني هاي هم نقدر ننقلها ذيك الصفحة وصير M of x و y في dx يساوي minus N في x و y في dy. يعني مو هو. يعني هذا جوابك انت؟ تقريبا ايه. بعد غير واحد يجاوب. دكتور الدي اكس بصفه يعني دي. معاملات اكس وواي والدي واي ايضا معاملات اكس وواي، فحتى اذا ضربنا او قسمنا على دي اكس وعلى دي واي ما راح تصير يعني قابله للاشتقاق او التكامل. يعني افهم من كلامك بابا انه الام والان كلاهما من اكس وواي. نعم استاذ. فاذا كانت فقط من اكس او من واي نقدر نقسم على الام نخسر الاكس، واذا كانت الام فانكشن من واي نقسم على الواي. ايش قصدك كلامك؟ نعم كلامك وصل. وصلت للحل الصحيح بنتي بس فد 50 كيلومتر 40 كيلومتر بعد عن الحل يعني. يعني فد بهالزحامات يعني فد 3 ساعات يلا توصلين. بعد منو عنده حل جواب؟ احنا عودناكم انه الطلبه اللي يشتركون بالاجابه وان كانت اجابتهم غير خلينا نقول غير صحيحه نقول يعني غير تامه فاحنا نسجل اسمائهم. ما ادري اول طالب منو يتكلم يريد يسمع يا زحمه. سعد مجيد يمكن. ايه سعد مجيد. شنو باوي يا شعبه؟ داد. وبنتي انت اسمك؟ تبارك محمد. شعب الدال. تبارك محمد شعب الدال. زين شوفوا بابا لاحظوا الستاندرد فورم زين ادرسوه بدقة. الستاندرد فورم ما ساوي صفر إلا بعد أن ضربنا كل دالة من هاي الدوال مرة بالدي اكس مرة بالدي واي. يعني أنا لو كانت M of x و y مضروبة في الدي واي و N of X و Y مضروبة في الدي اكس بالعكس كان ترها مصير إكزاكت؟ لا ما ترها. ليش؟ لأنه أنا سرح أفترض أقول الـ M of X و Y بما أنه هي مضروبة في الدي اكس أقابلها ويا الدي اف الفوقاها فالمفروض قابل الاشتقاق بالنسبة للأكس الأم والواي والN Y X و Y قابل الاشتقاق بالنسبة للواي حتى من أضربهم وأجمعهم
هاي الجروب اضربها بالدي اكس واضربها بالدي واي واجمعهم يصير توتال ديفرنشيشن، وهذا لا يتحقق فقط فقط اذا كان الفورم بالصيغه الاتيه. اذا شو نقول؟ اذا ظهرت اذا ظهرت لنا معادله تفاضليه بالترتيب المبين في المعادله اعلى، وكانت هنا النقطه المهمه، وكانت ام مشتقه جزئيه لداله اف بالنسبه للاكس، يعني ام قابله للاشتقاق بالنسبه للاكس، وان مشتقه جزئيه بالنسبه للواي، فيكون يكون نكمل m of x y df على dx و n of x y df على dy. إذن الآن نجمع df على dx في dx زائد df على dy في dy، هذا قلنا شو يساوي؟ يساوي total differentiation. سؤال، هذا إذا جمعناه وقارناه بالمعادلة standard form المفروض شو يساوي؟ واحد يجاوبني. إذا جمعنا df على dx في dx زائد partial f على partial y في dy، هذا شو يساوي؟ df عرض df، وهذا df وهذا df، هذا إذا قارناه بالستاندر فورم شو يساوي؟ يساوي صفر. يعني ستاندر فورم يساوي صفر. زين، سؤال، إذا دالة الستاندرد، اذا دال التوتال ديفرنشيشن مالها يساوي صفر، معناها تساوي هي الداله رقم ثابت كونستانت. جواب علمي، نقول تساوي كونستانت. ليش؟ الداله التي مشتقتها التامه او التوتال ديفرنشيشن مالها يساوي صفر، اذا هاي داله فيها كونستانت، منها راح نشتق الحل. اذا معناها اذا داله تساوي كونستانت، يعني اف اوف اكس واي تساوي كي كونستانت. زين، هسه الان احنا شلون نقدر نضمن انه هاي الداله اكزاكت؟ شلون نقدر نضمن؟ نضمن اكزاكت فقط اذا كانت مشتقه الام بالنسبه للواي ومشتقه الان بالنسبه للاكس متساويتان. لاحظ بالعكس الان، هسه واحد يقول سال ليش عكسناها؟ ليش ما نقول مشتقة الام بالنسبة للاكس ومشتقة الان بالنسبة للواي؟ اقول له لا، هو هذا الشرط موجود اصلا، فيراد ان شرط اخر اللي هو مشتقة الام الميم بالنسبة للواي تساوي مشتقة الان بالنسبة للاكس. واضح شباب؟ واضح؟ هل اسمح صوتكم؟ نعم دكتور. جيد، اذا حتى نقدر نختبر انه هاي الداله هي اكزاكت ام لا، نجري نظريه الاختبار. نظريه الاختبار نشتق، بس هناك شرط انه دي ام على دي اكس دي واي ودي ان على دي واي مستمره. شنو يعني مشتقه مستمره؟ واحد يقول لي بالله شنو معنات المشتق مستمره؟ يعني من درجه ثانيه ثالثه، درجة ثانية مشتقة، يعني شلون هيصير؟ ها شلون رتب؟ يعني ما تنتهي صفر، يعني ما يشتق ما توصل الصفر. اللي جاوب محمد، انت اسمك محمد بابا؟ اسمك محمد ايهم. محمد شنو؟ محمد ايهم. محمد زين؟ ايهم. محمد ايهم، انت محمد ايهم زيد عبد الجليل؟ ايه بابا، انت يمكن ابوك صديقي، ابوك كان بمدرسة النضال، الاعداديه النضال؟ والله ما اعرف. اسال ابوك صار صديقي يمكن بالاعداديه. جدك صحفي؟ اي صحفي. هاي الاعداديه ابوك ايهم صديقي. سلم لي علي وعدي انا ابني. قل له استاذنا انا يعني هسه صار الدكتور، مش قبل الدكتور بس طالب اكيد. قل له علاء حسين كان وياك بالمدرسه مال النضال، سير ذكرني اكيد، سلم لي عليه هوايه. محمد أي، أنا من اسمك عرفتك قبل لا تقول لي. محمد أيهم زيد عبد الجليل، والدك كان عزيز علي ولا زال عزيز علي. يا شعب ابني انت محمد؟ دي دار قال اليوم تبدعون بعد. ايش فيكم جيم؟ ايش فيكم نايمين؟ واحد جاوبنا من جيم؟
ها جيم راح اعطيهم كلهم صفاره باول كويز. شنو معنات مستمره؟ شنو معنات المشتقه مستمره؟ حكيناها ترى والله حكيناها وسمعتموها ووعيتموها. دكتور يعني ما تنتهي بالصفر يعني كم نشتق؟ ما تنتهي بالصفر؟ ليه؟ شو اسمك انت؟ محمد السؤال نفسي. بعد بعدك محمد؟ ها محمد زين؟ محمد ايهم؟ يعني هو جواب صح ولا غلط؟ لا مو لا غلط لا والله يا ابني غلط. لا حبيبي غلط. عيني. نقول للداله للداله قبل اقول مشتقه انها مستمره اذا اعطت قيم قيم واحده في نقاط واحده. يعني نقول y تساوي function function of x. كل قيمة من قيم x إذا أنطتني قيمة واحدة نقول للدالة مستمرة. أما بالنسبة للمشتقة إذا كانت في كل نقطة من نقاط منحنى المشتقة، المشتقة إذا رسمناها، إذا رسمنا y الواي يعني خط العمودي سوي مشتقة الواي بالنسبة للx والمحور الأفقي x، أي نقطة من نقاط الدالة لازم تكون المشتقة من اليسار تساوي المشتقة من اليمين، يعني ما عندي رؤوس مدببة. هاي نقول للمشتقة أنها مستمرة. واضح شباب؟ واضح ولا مو واضح؟ نعم دكتور واضح. أنا إن شاء الله اليوم الصبورة مالتي اللي هاي نسيت أجيبها، إن شاء الله يوم الأحد أوضح هذا، أتذكر إن شاء الله أوضح، وإذا نسيت أشرح لكم إياه هذا المبدأ، هم ذكروني أشرح لكم إياه. زين. احنا ايش قلنا؟ قلنا يجب ان تكون الداله، حتى تكون الداله اكزاكت يجب ان تحقق الشرط هذا، قلنا اذا وفقط اذا، يعني شرط ملزم، اذا وفقط اذا كان دي ان على دي اكس يساوي دي ام على دي واي. خلينا نثبت هاي النظريه. شلون نثبتها هاي النظريه؟ هاي مو قانون. فالنظريه حتى تصير محترمه معتبره يجب ان تكون شنو؟ مثبته. شلون نثبتها؟ بروف. اول شيء احنا ايش فرضنا؟ فرضنا الام اوف اكس واي تساوي دي اف على دي اكس، صح؟ وفرضنا الان اوف اكس واي تساوي دي اف على دي واي، تمام لولا؟ تمام كلامي بابا؟ زين. هسه لو نشتق الام بالنسبه للواي، دي ام على دي واي شو يصير؟ دي 2 اف، الدي اكس موجود تنضاف له دي واي. ولو نشتق الدي ان على دي واي شو يصير؟ دي 2 اف، دي اكس والدي واي موجود، فبالنتيجه دي ام على دي واي يساوي دي ان على دي واي. واضح؟ هذا البروف كله سهل. فاذا نجيب لك سؤال بالامتحان، بالله بالامتحان جبنا لكم سؤال نقول لك عيني اثبت ان الداله الاتيه مشتقه، ان الداله الاتيه تامه، ونعطيك الستاندرد فورم، نعطيك هذا الستاندرد فورم، هذا الفوق هذا قدامك، شو تسوي؟ تجي تبدي من البداية تكتب التوتال ديفرينشيشن وتقول الام اوف اكس واي يساوي دي اف على دي اكس والان اوف اكس واي يساوي دي اف على دي واي، وتجي تشتق الام بالنسبه للاكس بارشل طبعا، وتشتق الان بالنسبه للواي بارشل ايضا، وراح تلاحظ انه الدالتين ايش بيهم؟ الجزئين متساويان، ومن الجزئين متساويين حققنا الشروط. واضح شباب؟ واضح شباب؟ واضح؟ نعم دكتور واضح. جيد جيد جيد. هسه نبدا على الحل، نعطي نظريه الحل، شلون نقدر نطلع حل الاكزاكت ديفرنشال ايكويشن، اكزاكت فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن. سهل، احنا ايش فرضنا الداله مالتنا شنو؟ ايش فرضناها؟ اكزاكت، ومن اكزاكت ايش طلعت لنا؟ الحل شنو الداله؟ كونستانت. فراح نقول الحل اللي هو الفانكشن اوف اكس واي يجب أن يساوي تكامل الأكس زائد كونستانت كفانكشن من واي. ليه سوينا هيجي؟ لأن أنت بالحالتين بالحالتين تقدر تكامل جزء والجزء الآخر يصير كونستانت بالنسبة له. يعني أنت الآن من تشتق دالة بالنسبة للأكس وبيها تيرم واي، الواي شو يصير قيمته؟ صفر، لان مشتقة الواي بالنسبه للاكس صفر، تمام لو لا؟ ما يشتق، معناها اصلا كونستانت، يعني الواي كونستانت بالنسبه للاكس. ما اللي سويناه؟ الاف اوف اكس واي
قلنا تساوي تكامل الدالة M of X Y. لاحظ ليش أخذنا M of X Y؟ لأنها مرتبطة بالـ DX، مرتبطة بالـ DX، مضروبة في الـ DX. نكاملها من A إلى X حدود التكامل، ونضيف لها constant كفانكشن of Y. يعني هذا الكونستانت، هاي سي اوف واي، هاي داله من الواي، داله من الواي اذا اشتقيناها شباب شنو النتيجه؟ صفر. اذا اشتقيناها بالنسبه للاكس صفر. فاذا الحل يكون هالشكل، هذا فرضيه الحل. زين، الان خلينا نشتق الاف بالنسبه للواي. بنشتق الاف بالنسبه للواي، هذا التكامل كله راح يصير ينضرب في دي بارشل over partial y. ما لي هذا القوس كله، يعني هاي ما كل الدي على الدي واي ده، تلاحظونها هذا التكامل كله زائد سي اوف واي. من نشتقها بالنسبة للواي شو يصير؟ سي برايم، يعني فانكشن من واي نشتقها بالنسبة للواي يصير سي برايم واي. زين، نرجع نعوض. احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا نشتقها بالنسبة للواي، هذا التكامل. نجي لهذا التكامل، طبعا اكو نظريه بالرياضيات انه المشتقه تدخل داخل التكامل. ممكن هالجزء ما مر عليكم، اسمعوها هسه مني، اسمعوها اسمعوها ووعوها. ممكن تدخل المشتقه في داخل الانتجريشن. فنقول دي ام على دي واي، اشتقينا الفانكشن ام اوف اكس واي بالنسبه للواي في دي اكس زائد سي برايم واي. سؤال، الدي ام على دي واي لازم ايش تساوي؟ دي ان على دي اكس. احنا مو قلنا الشرط؟ احنا شنو الشرط مالنا؟ الشرط مالنا هنا دي ان على دي اكس يساوي دي ام على دي واي. فاذا هنا اشتقيت الام بالنسبه للواي، اقدر اعوض على الام بالنسبه للواي، دي ام على دي واي اعوضها بدي ان على دي اكس في دي اكس زائد سي برايم واي. زين، سؤال، داله دي ان على دي اكس، اذا دي ان على دي اكس مضروبه في دي اكس، دي اكس يصير بي يختصر، فيبقى لي فقط دي ان، يصير انتجريشن من اي الى اكس للدي ان زائد سي برايم 1. زين، هاي دي ان من نشتقها نكاملها من اي الى اكس شو يصير؟ ان. دي ان كاملها شو يصير؟ يصير ان. مره نعوض اكس فصير ان اوف اكس واي، ومره نعوض اي فصير ماينس ان اوف اي واي، صح؟ زائد سي برايم واي. واضح لحد الآن بابا؟ واضح دكتور. واضح دكتور. جيد جيد جيد. ترى هذا الشقاق مو سهل، ترى ما حد يطيه، بس أنا أطيه. إذن نطلع خارج قوس، نقول ال n of x و y اللي هي دي f على دي y، دي f على دي y تساوي n of x و y. إحنا مو قلنا دي f على دي y تساوي ال n؟ إذن ال n of x و y تساوي أيضا ال n of x و y هذا minus n of a y زائد c برايم y. هذا يختصر من الطرفين ال n of x y، يختصر فيصير بالنتيجة c برايم of y تساوي n of a y. نكامل هذا الجزء، c برايم of y شي يصير من كامله؟ يرجع c y of y، يرجع c of y. و هذا ال a ال n of a y نكاملها من b الى y، n of a y في d y. بالنتيجة التكامل الكلي أو الفنكشن الكلية هي f of x y تساوي integration من a إلى x m of x y dx زائد الintegration من b إلى y n a of y n a of and y في dy، ويساوي constant اللي هو c. واضح شباب؟ واضح؟ أنا إن شاء الله اليوم أعطيها المعادلة وأرجع يوم الأحد أعيد لكم إياها، بس اللي أريده شوية تقروها. ناخذ مثال هنا نبين ان المعادله الاتيه تامه ثم جد حلها. المعادله هي 2x زائد 3y ماينص 2 في dx زائد 3x ماينص 4y زائد 1 في dy تساوي صفر. الصيغه العامه تبين انها اكزاكت الشكل نفسه، اذا قارنها بالصيغه العامه تشبه شكل. نجي الان نسوي التحقيق، نسوي الفحص. الام اوف اكس واي هي 2x زائد 3y ناقص 2، من نشتقها بالنسبه للواي تبقى النتيجه 3، لأن 2x صفر بالنسبة للواي، والناقص 2 أيضا صفر، فتبقى فقط 3. نشتق الان بالنسبة للواي تبقى 3. أيضا الان of x y 3x minus 4y زائد 1، مشتقة الان بالنسبة للx 3 أيضا، لأن 3 بالنسبة للx، الx تروح، وال4y صفر وال1 صفر،
فصير 3. إذن بما أنه الدي أم على الدي واي تساوي الدي أن على الدي إكس، إذن إكزاكت سوليوشن. حتى نحلها نكتب القانون، صار عندنا قانون اشتقيناه هذا بالمستطيل الفوق. السي تساوي من أي إلى إكس لي الأم أوف إكس نكتبها اللي هي 2X زائد 3 واي ناقص 2 في الدي إكس زائد انتجريشن من بي إلى واي ونعوض عن كل إكس بي أي. افتح قوس 3A ماينص أي واي زائد 1 في دي واي. نكامل تكامل عادي، الاثنين اكس يصير اكس تربيع، الثلاثة اكس ثلاثة واي يصير ثلاثة اكس واي، الماينس اثنين يصير اثنين اكس، ونضع حدود تكامل من اي الى اكس، ونجي على القوس الثاني ايضا كاملة الجزء الثاني، فصير ثلاثة اي في واي كامل بالنسبة للواي ماينس اثنين واي سكوير كانت اربعة واي صارت واي سكوير على اثنين اثنين واي سكوير زائدا الواحد يصير واي، وحدود تكامل من بي الى واي. نعوض حدود التكامل بصير x تربيع زائد 3x ماينص 2x ناقص ناقص اي سكوير ناقص 3ay زائد 2a زائد 3ay ناقص 2y سكوير زائد y ناقص 3ab زائد 2b سكوير ناقص b. هذا مشترك ال3ay يختصر من الطرفين ويبقى بالنتيجه ننقل جميع الكونستانت الى الجهه اليسار فيصير c زائد a سكوير ناقص 2a زائد 3ab ناقص 2b سكوير زائد b. هذول كلهم الكونستانت نجمعهم مش يطلع الناتج مالهم كونستانت، لان مجموع الكونستانت يساوي كونستانت يساوي كي ويساوي اكس تربيع زائد 3 اكس ماينص 2 اكس ناقص 2 واي سكوير زائد واي. واضح شباب؟ واضح اولادي؟ واضح دكتور. شوي اقروها قراءه بسيطه ترى كلش واضحه، وانا ان شاء الله ايضا اعيد بها ان شاء الله يوم الاحد. قراءكم هنا هاي المادة إن شاء الله يبقى عندنا الانتجريتنج فاكتور ناخذ إن شاء الله محاضرة الجاية. عندكم سؤال أبو بابا؟ أكو سؤال؟ ها ماكو سؤال؟